مساء الخير مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في حصتكم لمة الكوزينة. اليوم جيت وجبت معايا أطباق شهية بزاف بنينة، يعني راح نروحوا شوية للمشرق، يعني حابة هاد السيمانة تكون مشرقية لأنه تشهيت بزاف أطباق تاعهم، دونك قلت نجي يعني ونحضروهم كيف كيف. اليوم راح نديروا، قبل ما نقول لكم على المنيو تاع اليوم واش راح نديروا، بيان سور البرنامج تاعنا فيه اتصالات اللي تقدروا تعيطوا لنا فيه، الرقم راه يظهر اسفل الشاشه، تقدروا تعيطوا لنا وتشاركونا رايكم في الاطباق اللي انا نحضروا لكم فيهم. اليوم كيما على بالكم راح نديروا ولا الوصفات تاع اليوم اللي راح نديروهم، عندي هنايا دجاجه، راح نحمر دجاجه مي بصح فاصون واحد اخرى كامل، يعني راح ندير مال فين نشرو هذاك الدجاج المشوي، هذاك اللي يجي يعني نقولوا له يجي هكا، يجي بلا ما يجيش كيما الدجاجه محمره والفناها. دونك هنا حكمت الدجاجه تاعي كي شريتها، بيان سور تشوطوها ولا تشروها مشوطه كيما تحبوا، قسمتها من جهه، قسمتها من جهه الظهر كيما نقولوا، ماشي من جهه الصدر، دونك قسمتها كامل حتى وين ولات لي بهذا الشكل. غسلتها مليح بالماء والملح والخل، بيان سور انا نحب كل ما نغسلها بالخل نعاود ندير هذيك الرشه تاع الخل من الفوق ونخليها، دونك حتى نحي لي كامل هذيك الريحه تاع الدجاج. واش غنسحق معها؟ انا راح ندير هذه الدجاجه في الفور وراح نديرها بالخضره، يعني حنا نرافقها بالخضره، ما حبيتش ندير معها لا بوغي ولا لي فخيت ولا، لانه يعني نبدلو شويه، ما الدراري ياكلوا شويه الخضره نبروفيتيو شويه من الخضره، دونك لي فخيت الزيت زيت زيت ولا انا نسي نقص شويه الزيت في الاطباق تاوعي باش نكونوا يعني هيلتي اكثر. دونك هنا واش حنسحقوا معاها؟ قلنا عندي هنا دجاجه كنت غسلتها بالطبع بالماء والملح، عندي هنا طرشي حنستعمل انا هاد الطرشي الاخضر وطرشي الاحمر، بيان سور تقدروا تستعملوا الطرشي اللي حبيتوا، الاحمر وحده ولا الاخضر وحده كيما تحبوا. عندي زوج حبيبات تاع البصل، عندي هنا بطاطا، عندي زروديه وزوج حبات طوماطيش. لي زيبيس واش حنسحق فيها؟ حنسحق فيها هنا توم تكون مسكرفجه، عندي هنا موطارد، الملح، زعفران، قزبر ملحي، فلفل الكحل، توم بودره، عندي هنا شويه تاع فلفل دريس حنرميها هكاك، نسحقوا زنجبيل، نسحقوا توابل الدجاج وشويه تاع كمون، يعني رشه برك تاع كمون، يا سي فغي فيها كميه تاع لي زيبيس شويه مليحه، مي راح ندير منهم كامل شويه شويه، كيما على بالكم الدجاج محمر ولا الدجاج كي يكون طايب في الفور يحب بزاف البنه تاع لي زيبيس، دونك قد ما نكثرولو راهو راح يزيد لنا بنه على بنه، ماشي كيما اللحم، اللحم شويه ما نحبوش نكثرولو لي زيبيس، فوالا. وعندي هنا اون بواط تاع ياغورت ناتور ولا اون بواط تاع بتي سويس ولا فرماج ريجيم ولا، المهم تقدروا ديروا ميم شويه تاع اللبن، راح تعطيكم بنه صدقوني وطراوه في الدجاج بزاف 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 هايله، جربوها ورجعوا لي بالخبر. دونك انا هنا استعملت فرماج ريجيم فوالا. وعندي بيان سور الحاجه اللي ما نستغناش عليها في الدجاج تاعي هي مارغارين، ديما كيما على بالكم الدجاج محمر ولا الدجاج طايب ولا حتى اللحم يحبوا بزاف لا مارغارين، دونك راني حندير لها كميه مليحه من مارغارين ديما فوالا. والوصفه الثانيه نسحقوا ثاني قبل القارص وشويه زعتره، وعندي هنا شويه تاع طوماط كونسونتري فوالا، هذا بالنسبه للسالي. عندي وصفه كنت طلبتوها بكثره بكثره بكثره، عيطتوا لي بعثتوا لي في مواقع التواصل الاجتماعي في برنامجنا تانيت، دونك بزاف كانت مطلوبه، اللي هي وصفه الايس كريم. اليوم جبت لكم وصفه الايس كريم ولا وصفه لي كلاص بطريقه خفيفه سهله، يعني تقدروا ديروها نتوما، تقدروا ديروها ولادكم، تقدروا تحضروها الافونس، بزاف سهله ما فيهاش بزاف لي زانغغيديون، وميم ولا كان فيها لي زانغغيديون ماهمش حيكونوا مكلفين يعني بزاف. دونك واش نسحقوا هنايا؟ نسحقوا لا شونتيي، عندي هنا بودرة الشونتيي، عندي هنا لا كريم فريش ولا لا كريم مونتي، يعني اللي تطلع لازم تكون 35% ماتيغ غراس، دونك نسحقوا هنا شونتيي، نسحقوا كريمة طازجة، عندي هنا حليب المركز المحلى، دونك فيها ثلاث مكونات فقط، شونتيي، كريم فريش وحليب المركز المحلى. اللي هنا ما حبوش يديروا على بالنا البخي تاع الحليب المركز المحلى شويه طالع، مي اللي ما حبوش يديروه يقدروا يعوضوه بشويه تاع سكر غلاس، دونك هنا هذا الشيء يرجع لكم، مع انه شونتيي حلوه، يعني شونتيي الذوق تاعها بنين، دونك ماشي لازم نزيدوا لها، مي لو كان تزيدوا الحليب المركز المحلى حيعطيكم بنه ولا اروع، بزاف هايله. لي زاغوم واش حنستعمل فيها؟ عندي هنا لاغوم هذا نورمالمون تاع تشينا، وي فوالا. دونك عندي هنا حنستعمل لاغوم تاع تشينا، منكه تاع تشينا، حنستعمل هنايا نعناع، حنستعمل تاع الكارز تانيت، وحنستعمل كوكو فوالا باش يجيني هذاك الذوق تاع بونتي ولا. وفي العدد الاعداد القادمه ان شاء الله رانا حنديرو كلاص بالشوكولا، لانه لا كلاص بالشوكولا تختلف على هاد لي كلاص اللي يكونوا
يعني ادواق واحده اخرى. نبداو في طريقه التحضير، نديرو الدجاجه تاعنا طيب ومن بعد نروحو نوجدو الايس كريم تاعنا. دونك هنا واش نصحكو، نجيب سنيوه اللي راح ندخلها في الفرن، هي اللي راح نستعمل يعني راح ندير فيها كلش. فوالا هاي لك، نفرش فيها بابي كويسون. هنا قلنا عندي هاد الدجاجة اللي راح نديرها، وتجيب بزاف بنينة وهايلة، سورتو اللي ما ياكلوش ولادهم الخضرة. على بالكم أن في لي غوسيت التوعيم بازي بزاف بزاف على الدراري، لأنه على بالي واش معناتها وليدك كيما ياكل طيبي حاجة وما ياكلهاش وليدك المورال يحبط لك. دونك نسيو توجو وتوجو لازم نعلموهم ياكلوا الخضرة، ياكلوا هاد يعني هاد الفيتامينات كامل دو بريفيرونس ياكلوهم هكا جدد كيما نقولوا، ماشي فوالا. دونك هنا لصق بابي كويسون، نجيب هذيك الدجاجه نحطها هكذا هكذا. فوالا شوفوا قسمتها من الداخل، هاي ليك قسمتها من الداخل، غسلتها مليح مليح بالماء والخل والملح وحطيتها. دونك هنا باش نقص برك شويه مع المنوط لو دو طرافاي، نجيب موس ونبدا نقطع في هذيك الخضره قبل ما نماريني الدجاجه، باش كي ندير لا ماريناد تاعي تشمخ لي هذيك الدجاجه بالخضره تاعي يعني يشربوا لي كامل لا ماريناد اللي راني حنديرها. دونك هنا عندي زروديه حنقطعها هكا دي روندال، دو بريفيرونس تخيروا زروديه اللي تكون صغيره باش طيب لكم تمتم، لانه عاباكم بلي زروديه تشد بزاف الوقت. باغ كونطخ البطاطا الطوماطيش البصل هادوما ما يشدوناش بزاف الوقت. فوالا هكذا، وإلا كانت لكم كبيرة قطعوها شوية رقيقة. أنا هنا زرودية تاعي طرية يعني هاي تتقسم وحدها. هنا نروح ندير البطاطا فوالا. هنا شوفوا تحبوا قطعوها دي بتي دي، تحبوا قطعوها شوية كبيرة كيما حبيتوا. أنا هنا حبيت نقطعها قدامكم باش تشوفوا يعني الشكل تاعها كيفاش يجي. قطعوها تقدروا تقطعوها مام كيما لي فخيت وتكون شوية خشينة، تاني كيف كيف تقدروا لها. هنا الشكل تاع التقطيع تاع الخضره كيما تحبوا. هنا جو بونس راني حندير زوج حبات برك بركات، لانه البلاطو تاعي صغير. وتوجو خيرو تكون الدجاجه تاعكم ولا الدجاجه تاعكم تكون شويه صغيره، ما تكونش كبيره بزاف، لانه هذاك الكبير بزاف ما يجيش بنين، يجي شويه صامت. دونك خيروها تكون هكا موين متوسطه. انا هنا بالعاني دبت دجاجه شويه صغيره باش تطيب، يعني باش تطيب لي وتشوفوا النتيجه قدامكم، او ميم طون تجي بنينه وتنتكل. باسكو الحاجه قد ما تكون انا نشوفها قد ما تكون صغيره قد ما تكون يعني نكملوها ناكلوها. باغ كونطخ كي تكون كبيره وتشوفيها هكاك شغل سي بون تقولي مازال كاين، وما تجيش بنينه كيما الصغيره، صدقوني غير تجي هايله هاد الصغيره. فوالا هنا عندي البصل تاني، البصل راح نقطعو هكذا فوالا، لانه حيطلق لي البنه اون بليس حيطلقوا لي كامل البصل، حيطلق لي الماء، الطوماطيش تاني كيف كيف، الطرشي تاني كيف كيف يطلق الماء. دونك ما تخافوش فوالا، ولا مارغارين راني حنكثر. دونك حيكون عندي نسبه تاع الدهون، ندير شويه تاع الزيت باش نعاون هذوك لي زيبيس تاعي يمشوا لي في البلاطو تاعي. فوالا هكذا تقدروا ديروا لها من تحتها. دونك نحكم هذا البصل وندير من تحتها هكا تحتها باش يدخلوا مليح. انا نخلي غير شويه من الفوق فوالا هكذا. دوكا عندي هنا طماطم تانيت، هنا خيرت انا اللي خيرت انا اللي حبيت يكونوا الخضره تتقطع قدامكم باش تاخذوا فكره يعني اون بليس تفهموا مليح، لانه منين داك نجيبوا كلش مقطع سي فري تتلفلك شويه، مي هكا كي تشوفي تشفاي. فوالا كنا كيما شفتوا الدجاجة تاعي قسمتها في الوسط، قسموها من جهة الظهر ماشي من جهة الصدر، ماشي وين كاين لو بلون، تقسموها من تحتها وين كاين شوية العظم، وتقسم معاكم فاسيلمون يعني تحكموا مقص وتبداو تقسموا فيها هكاك في الوسط. فوالا هنا ندير الطماطم، هنا راح ندير زوج حبات طوماطيش، طوماطيش الدوب اون بليس نسحق هذاك الماء تاعها. هكا نقطعها كيما نقطعو تاع لا سالاد، ديجا الشكل تاعها هكا راهو يشهي فوالا. هكا سي بون بالنسبه
للخضرة، مازال لي غير الطرشين، نزيد نقطع شوية طرشين ما نكترش بزاف، ومن بعد عسوها. نتوما عسوها في الفوغ تاعكم، إلا شتوها نقصت الماء ولا تقدروا تعاودوا تزيدوا لها شوية تاع الماء، يعني تعاونوا روحتيكم برك. هذا ما كان هذا، دونك هنا قطع برك هكا شوية برك ماشي بزاف، تقدروا تقطعوهم ميم دي بتي دي هادو مع هاد الطرشي، تزيدوا لها حبيبة تاع الحار تانيت. أنا هنا اخترت ندير وسمو فلفل دريس، فلفل دريس يجي بزاف بنين تانيت. فوالا نزيد لها شوية تاع طرشي خضر هكذا، شوفوا ديجا الدجاجة يتغطات كامل بالخضرة. فوالا هاكا نرفد هادوما، نجيب هنا دوك راح نجيب بول واحد اخر نوجد فيه لا ماغينات تاعي. فوالا هكذا لا ماغينات تاعي، واش راح ندير فيها؟ عندي قلت لكم ياغورت ناتور، عندي طوماط كونسونطري، عندي تانيت ياغورت ناتور طوماط كونسونطري، عندي لا موتارد الثوم، نسحقو تانيت الملح، زعفران، قزبر مرحي، فلفل الكحل، ثوم بودره، وعندي هنايا الفلفل دريس. فوالا خيرت باش نرميه يعني هكا، نحطو هكا من الفوق فوالا بهذا الشكل، حيعطيكم بنه بزاف هايله. عندي هنا تانيت توابل الدجاج، عندي زنجبيل ولا سكنجبير ملحي، كل واحد كيفاش يقولو، رشة خفيفة تاع كمون، مانيش حابة شتو الكمون هو فوغ الكو تاعو يجي بزاف قاسح، دونك دو بريفيرونس ما تكترولهاش بزاف، يعني باش ما يجيكمش هذاك الكو تاع الكمون. هنا ندير ملعقة ابوبخي هكاك تاع طماطم مصبارة، هندير معاها بتي سويس ولا فخوماج ريجيم، كل واحد يعني واش حاب، المهم تكون يعني مادة تاع تاع الحليب. هذا هكذا نزيد معها الثوم، كميه من الثوم، ما تكثرش بزاف الثوم لانه درنا البصل، مانيش حابه يكون لي يعني هذاك الخليط تاع الثوم. شوفوا الثوم لا موتارد الكمون ثاني، هادوما المواد ما تكثروش منهم بزاف سينو حيقتلوا لكم البنه. فوالا دوك هنا نبدا نزيد في لي زيبيس، عندي هنا الملح، فوالا ندير هنا الملح، نزيد عليها الزعفران هكذا كميه تاع الزعفران، زعفران كثروا شويه لانه بنين تجي البنه تاعو هايله. قزبر مرحي ثاني، قزبر مرحي في الدجاج سطخوني يجي هايل هايل هايل، انا نستعمله بزاف في الدجاج دي فوا في ليزال. هاك هنا فلفل الكحل ثانيت، عندي توم بودره، فوالا نزيدوا عليها شويه تاع كرك، شويه تاع عفوا توابل الدجاج، شويه تاع سكنجبير، شويه تاع كمون، واستقبلوا مكالمه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء كيفاش مريم لاباس؟ لاباس وانت يا لاباس؟ ولا غير صعبه الحمد لله. الحمد لله يا ربي، قولي لي شكون ومن وين؟ معك مريم. مرحبا من الجزائر العاصمة. مرحبا بك مريم ومرحبا بكم الناس الجزائر العاصمة. الله يسلمك الله يسلمك، شكرا لك، يعطيك الصحة على الوصفة كاملة كي ديريهم لنا. الله يعيشك حبيبتي، شكرا لك. الوصفة تاع اليوم كنا نستناو فيها يعني تاع الصيف ما شاء الله. صح وصفة صيفية. نعم واحد دوكا في الصيف لازم حاجة خفيفة برك كما تعرفي. هذا واش ناكلوا ولا هذا واش ياكلوا ولادنا بلوتو؟ فوالا ولا غير هذا ما كان، برك حبيت نطلب منك حاجه برك شاف مريم لا تقدري ديريها لنا. تفضلي اكيد. انا حبيت كوردون بلو. ان شاء الله باذن الله، كوردون بلو ثاني وصفه صيفيه يعني نقدروا نديروها في الصيف. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يعطيك الصحه. الله يسلمك حبيبتي يعيشك، شكرا لك. الله يسلمك، شكرا. شكرا على المكالمه. فوالا دونك لا مارينات تاعي هاي لك. كنا درنا فيها التوم بودره، هنا كون تحبوا تزيدوه تحبوا ما تزيدوش، شتو التوم بودره تمتم يضربوا الهواء دونك تمتم يعني يتحجر لكم عادي ما تخافوش منه. دونك هنا واش كنا درنا فيها؟ درنا فيها بتي سويس ولا فروماج ريجيم، درنا فيها ثاني فلفل الكحل، قزبر مرحي، مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، زدنا عليها شويه تاع الزعفران، شويه تاع الملح، سكنجبير،
شويه تاع كمونه رشه برك وتوابل الدجاج. ومن بعد هنا درت لهم الزيت باش تمشي لي برك هذيك لا ماريناد والثوم بيان سور. فوالا الثوم ولا موتارد ما تكثروش قلنا منهم بزاف. هنا نزيد شويه كميه تاع الزيت برك هذيك لا ماريناد باش تمشي. فوالا وحنا هنا كيما كنتو شفتوا هاد لا ماريناد نديروها سور بلاس ما نبيتوهاش. هي تقدري تبيتيها يعني حتجيك بنينه بيان سور، مي هاد لا ماريناد كي خدمناها هكذا وحدها تبيتيها ولا ديريها هكا سور بلاس يعني كيف كيف حتعطيك نتيجه وحده. دونك انا دائما نحب نجيب لكم الوصفات هذوما اللي ما يطولوش بزاف، على بالي بلي في الصيف ما عندناش الوقت باش نديروا لا ماريناد في الليل ايتو. دونك هادي يعني فريمون حتسلكك. هنا واش نبدا ندير بالبانسو برك هكا نبدا ندهن هذيك الدجاجه من الفوق هكا، ومن بعد هذيك لا ماريناد حنحطها كامل. فوالا من بعد حنحط قطع تاع الزبده من الفوق. فوالا هنا شويه برك انا البلاطو تاعي شويه صغير، نتوما بيان سور ديروا في بلاطو شويه كبير. فوالا مي من بعد ابخي الخضره هذيك كامل راهي رايحه تذوب. فوالا نسيه هنا ندخل لا ماريناد هكا. فوالا ميم تزيري يا ويسقسي قلت لكم تزيري ملك الافكار ما شاء الله عليه، عنده واحد الافكار. ميم تقدروا ديروا قطع زعما ديروا لي كويس ولا ديروا ثاني جناحتين ولا كيف كيف، يعني ماشي لازم ديروا دجاجه. الناس اللي ما يحبوش يديروا دجاجه ولا مع يعني ماشي افراد تاعهم تاع العائله ماشي بزاف، دونك تقدروا ديروا يعني دي مورسو هكا اللي حبيتوهم وديروهم. فوالا شوفوا هنا ندهنها مليح نسيه هنا ندخل نديرو ثقب في الجلده ولا فلابو هذيك وندخل لا ماريناد. فوالا نزيد هنا تانيت نحط هاد الخضره هنا هكذا ونسيه نفرغ هذيك لا ماريناد من الفوق. فوالا فوق الخضره شويه شويه وهي وحدها في الفرن راهي رايحه يعني تتوزع كامل. الدجاج يحب بزاف التوابل يعني قد ما تكثروا له التوابل ما تخافوش منه. قلت لكم باغ كونط خل اللحم اللي نحبوا نغارديو هذيك البنه تاعو، اللحم هو اللي ما يحبش بزاف لي زيبيس. فوالا دونك هنا نروح ندير لها شويه تاع لا مارغارين، ندير لها شويه من تحتها وندير لها ثاني من الفوق. فوالا نجيب مغرفة باش ندير لا مارغارين، توجور مارغارين ديما اللي راح نديرها. فوالا دونك هنا نحكم مغصو هكا شويه كبير نديرو من تحتها. فوالا هكذا ونسيي ندخلو للداخل باش تذوب. نزيد منها تانيت ترفد معكم فاسيلمون ما تخافوش لانه خضره اون بليس ما نديرولهاش كامل الماء. هالا هكا كنت راح ندير لا ماريناد وحدها مي بصح هكا خير يعني هكا باش يفهموا بيان. هالا هكا اون بليس هذيك الخضره تزيد تاخذ لي كامل هذيك لا ماريناد. هكا ندير لها كامل شويه تاع لا ماركارين من الفوق يعني شويه بزاف، انا دائما نقول لكم شويه بصح ندير بزاف. فوالا هكا فوالا ندخلوها في الفوق. اونطوليكا في الفوق راهو حيطيب كلش يعني راح تذوب، راهي راح تذوب لا مارغارين تطلق البنه تاعها، الخضره ثاني تطلق الماء تاعها. دونك ما تخافوش يعني ميم كي ما تمارينيوهاش كيما اللي درت انا يعني تمارينيو الدجاجه وحدها ومن بعد ديروا الخضره راح تعطيكم لو ميم كو. فوالا دونك هنا نغلف برك بالبابي الومنيوم والبابي كويسون بيان سور ونستقبلوا مكالمه من العاصمه. الو مساء الخير. مساء الخير اختي. مساء سيدة مريم. مرحبا بك واهلا حنونه، واش راكي؟ يعيشك والله غير الحمد لله. وانت يا لاباس؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله يا رب. تفضلي.
عجبتني الغرفه اللي دايرتها ما شاء الله. يعيشك يعيشك، شكرا لك. يعني نتبعوا وصفاتك، الله يبارك سيده مريم، ما شاء الله ما شاء الله، يبارك من متابعين ديالك. يبارك فيك حبيبتي، شكرا لك، شكرا. دائما نقول لهم عندي جمهور ما شاء الله واقف دائما معايا. ربي يعينك ويقدرك، ربي يعينك. حنا ثاني ناخذوا لي زيدي من عندك بزاف بزاف. يعيشك، ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن. يسلمك يسلمك حنونه، يسلمك. يعيشك، شكرا لك ام راشد. يسلمك يعطيك الصحه. هذا صبروا دقيقه نفتح هذا، ما قدرتش نفتحه. لا دونك هنا نروحو نغلفوها بابي كويسون هكذا. شوفوا انا عندي طريقه تاع البابي كويسون راح نوريها لكم. نحكموا هكا البابي كويسون، نروحو نكرفسوه كامل هكذا، ومن بعد نشمخو مليح باش يشد لكم بيان، باسكو على بالي بلي يهب لكم في السنيوه. نشمخو هكذا فوالا، ولا غير صغير، بغيت نخدم ماجيسيان اليوم. فوالا، ومن بعد واش نديرو له؟ نعاودو نحلوه ونحطو هكا فوالا، ونغلف به. شوفوا يشد تمتم، ما يقعدش يهبل فيا كيما كيكون كيما كيكون ماشي مشمخ. دونك هنا نجيب الومنيوم. هنا الا كان ما عندكمش الالومنيوم في الدار تقدروا ما يعني تقدروا ما تغطيوهاش. فوالا هنا شوفوا ما درتش الزعتره وما درتش القارص. هنا كي طيب كي نشوفها خلاص بدا يدخلها الطياب، نحكم هذاك القارص نعصرو، نزيد فيه شويه تاع الزعتره والريقه تاع الرند، ونديرهم في الدجاجه تاعي نحي كامل الالومنيوم ونخليه. يعني حبيت هذاك الزعتره والقارص يقعد لي النكهه تاعهم تقعد ما يروحوش مع الخضر، لانه عندي كميه تاع الماء بزاف. البطاطا تتلق، طرشي تاني كيف كيف، زرودية تاني كيف كيف، الطوماطيش تاني، دونك اوتوماتيكمون حيكون لي كمية كبيرة تاع الماء. سي بوغ سا ما حبيتش ندير القارص دوكا والزعتر. دونك اون فوا نشوفها بدات طيب وبدا يدخلها طياب مع هذيك التحميرة، نعصر القارص، نوجد القارص تاعي نعصرو، ندير فيه الزعتر وريقة تاع الرند، ونعاود نحطهم من الفوق ونخليها طيب. بيان سور تنحولها الالومنيوم. هنا نزيد لها برك غلاف هكا، ونديرها داخل نديرها داخل الفور طيب. بيان سور الفور تاعكم يكون سخون. شوفوا هنا كيفاش تغلفت بالطبع كي شمخنا هذاك البابي كويسون تاعنا. هلا بسم الله، نديرها في الفور طيب، ونديروا الوصفه تاع الايس كريم تاعنا. وصفه تاع الايس كريم بزاف سهله باش ديروها، ما تطلبش منكم يعني جهد كبير. ولا نحي برك ليغون اللي خدمت بهم من الدجاج. دونك هنا الوصفة تاع الايس كريم تاعي واش فيها؟ تكون فيها مقادير هايلة، ما فيهاش ما تكلفش بزاف. عندي هنا لا شونتيي، نحي هادوما منا باش تقدروا تشوفوا مليح. دونك نسحقوا هنا لا شونتيي، عندي هنا كريمة طازجة، وعندي حليب المركز المحلى. وسحقوا لي زاغوم، عندي هنا عطر تاع شوينغوم يجي بلو يعطيكم كو بزاف هايل، عندي تاني عطر تاع النعناع اللي راح نستعملو، عندي تاني هنا تاع الكارز ولا سوغيز، عندي هنا تاني بونتي ولا كوكو، وعندي هنا تاع تشينا. فوالا دونك هذا القارص راني حنخليه. الوصفة تاع الايس كريم تاعنا وصفة هايلة، قلت لكم ما فيهاش مقادير بزاف، فيها لا شونتيي بودرة الشونتيي، يعني بخي تاع الشونتيي سامبوليك نقدروا كامل نشريوها. عندي هنا كريمة طازجة، دو بريفيرونس تخيرو كريمة طازجة اللي تكون 35% ماتيغ غاس تاعها، باش تطلع لكم مع لا شونتيي ما تخسر لكمش لي غلاس تاعكم. اون بلوس كي نطلعوها مليح وتكون فيها 35% من المادة الدسمة، يعني هذاك لا غلاس ولا هذا الايس كريم اللي راح نديرو حيشد لكم بيان في الكونجيلاتور. دونك هذوك الدسم اللي فيها راح يشد لكم بيان، يعني حيتعدلوا مع لا شونتيي. وعندي هنا حليب عفوا المركز المحلى، ولي زاغوم هنا تستعملوا اي نكهه حبيتوا، النعناع، السوريز، فرامبواز، شوينغوم، بونتي، كيما حبيتوا، يعني نتوما هنا سولون الذوق تاعكم. هنا نبداو نحضروا فيها، ونسحقوا بيان سور حليب. شوفوا هنا تحبوا تكون الوصفه تاعكم اقتصاديه طلعوها بالماء، عندي انا الماء هنا.
تحبوا الوصفه تاعكم يعني تكون هي الماء ولا الحليب سي كيف كيف، مي الحليب يعطيها شويه ان بلوس دو كو، هذا ما كان دونك هنا تحبوا يعني الا كنتوا حتخدموها في الدار ولولادكم ديروها بالحليب، الا كنتوا حتخدموها يعني كوميرسيال ولا حتخدموا بها مشاريع لانه توالم تخدموا بها مشاريع ديروها في لي بواط. جبت لكم ميم لي بواط اللي تقدروا ديروا بهم المشاريع تاعكم. فوالا هامليك باغ اكزومبل تخدموا دي بواط هكا تعمروهم بلي كلاص تحطوهم في الكونجيلاتور وتبيعوا فيه وتبيعوهم. فوالا هذه هي هامليك، هذه تانيت دونك هادو ما جبت لكم هاد لي بواط يعني باش نعطيكم برك فكره وتشوفوا كيفاش. قلنا هنا حبيتوا يعني لا كنتوا حتخدموا بها باش ما تجيكمش بزاف بيان سور وتكونوا يعني تربحوا شويه زياده طلعوها بالماء عادي حتطلع وتشد بيان. الا حبيتوا يعني في الدار دو بريفيرونس طلعوها بالحليب تجيكم ثاني بنينه. دونك هنا واش نروحو نديرو، ندير هذيك لابودغ تاعي تاع لا شونتيي. فوالا هنا شوفوا ما نقدرش نقول لكم شحال لانه هنا سا ديبون الكميه اللي حتستعملوها. انا هنا عندي واحد 300 حتى 400 غرام تاع شونتيي دونك يعني حنطلعها حتى وين نشوفها طلعت وتحصلت على لا تيكستور اللي راني حبتها. هنا لا كريم فريش ما نكثرش بزاف، ندير غير شويه قلت لكم غير على جال هذوك الدسم اللي فيها. فوالا هكا هذا ما كان. نزيد هنا معاها حليب المركز المحلى، نفتحها برك. قلنا وصفه تاع ايس كريم بزاف هايله اون بليس انا نشوفها اقتصاديه لانه ما فيهاش بزاف الدوزان. ها نجيب مصبر واحد اخر. فوالا دونك هنا عندي هنا حليب المركز المحلى، يعني حندير هنا باغ كونطخ حندير شويه زياده باش يعني يجو شويه حلوين. لي كلاص ما ناكلوهمش ماشي شبع، ناكلوهم برك ديسير يكونوا لنا شويه بنان. وهنا اللي ما حبتش دير حليب المركز المحلى تاني لاصحاب المشاريع اللي ما حبوش يديروا حليب المركز المحلى يقدروا يستعملوا سكر كلاص عادي شويه برك، هذا ما كان يديروه يجيهم تاني بنين. دونك هنا نروح نطلعهم بالحليب. هنا نبدا نزيد في الحليب تاعي، نبدا نزيد في الحليب بالعقل. الحليب تاعكم ما الا كان بارد معليش، الا كان يعني بدرجه حراره المطبخ ثاني كيف كيف معليش، المهم ما يكونش دافي. هذا ما كان باش هذيك الماده الدسمه ما تروحليش. دونك نبدا نطلع فيها ونزيد الحليب تاعي غير بالعقل. فوالا هنا شوفوا سي بون هاوليك القوام اللي نتحصلوا عليه. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه كيفاش داير هنا في الفوي برك باش تعرفوا. كي ندير له هكا ما يطيحش، فوالا يعني ما يطيح ما حابس. فوالا دونك هذه هي القوام اللي نسحقوا في لي كلاص تاعي. هنا شوفوا عندي دوكا عندي كلاص يعني ناتشور ما فيها والو،
هاي لك. دونك هنا ما فيها حتى جو. هنا واش راح ندير؟ نجيب بول. هنا علاش قلت لكم يعني هايله، ومام مام طريقه التحضير تاعها بزاف سهله. ما تقعدي طيبي ما ولو كاين لي كلاص اللي طيبوا راح نشوفوهم اكيد في الاعداد القادمه. مي هاد لي كلاص على بالي بلي راكم كامل تحبسوا على الوصفه، دونك جبت لكم كلاص اللي تقدروا ديروها توت سويت. دونك هنا واش نبدا نبارطاجي في لي بول باش ندير باش نبدا ندير في لي زاروم تاعي. دونك شوفوا لا تيكستور تاعها تجي شويه شايده روحها، يعني كي ترفدوها شويه راهي يعني راح تكون ثقيله. فوالا، وانا هذا هو القوام اللي نحوس عليه. فوالا دونك ندير هنا شويه برك ما نديرش بزاف، نقص باش يكون لي كامل لي كو هكذا. نزيد ندير هنا شويه فوالا، ونزيد نقسم شويه واحد اخرى، نزيد نديرها هنا. ومن بعد هنا نبدا ندير غير في لي زاغوم. تحطوهم بعد ما ديروا لاغوم تاعكم وكامل، تحطوهم في لي بواط، في لي بواط هادو ما ولا في لي بواط بلاستيك تاع الدار ولا كيما حبيتو، وتحطوهم في الكونجيلاتور. لازم يشدو مينيموم واحد زوج سوايع حتى ثلاث سوايع باش يتجمدوا مليح. دونك هنا نجيب برك مغرفه واحده اخرى باش نخلط بها فوالا، وتسحقوا ابخي باش ترفدوا، تسحقوا هاد لا كويغ غلاس. فوالا هاي ليك. دائما كي تجوا ترفدوا لا كلاص تاعكم بيان سور بعد ما تجمد، ماشي دوكا، بعد ما كي تكونوا راح ترفدوا ديروها في الماء يكون دافي. اشاك فوا ترفدوا ديروها في الماء يكون دافي باش تطيح لكم هذيك لابول فاسيلمون. دونك هنا نبدا نخلط. هنا راح ندير عطر الكارز. فوالا هنا كثروا لهم لي زاغوم لانه يحب بزاف لا كلاص كيما على بالكم تحب بزاف لي زاغوم. فوالا ندير هنا عطر الكارز بعد نخلطها. شوفوا لا كولور تاعها كيفاش تجي. فوالا هنا شوفوا الذوق ولا كولور نتوما تتحكموا فيه. وهاد يعني هاد لاغوم هو منكه او ميم طون ملون، النكهه تاعو بزاف هايله. هنا برك ننصحكم كي ديروا منكهات خيروا تكون نوعيه جيده باش تجيكم يعني لا كلاص تاعكم تجيكم شابه اون بليس تاكلوا يعني بنه ماشي. فوالا تحبوا تخلوه هكا ما غبغي تاني ما تخلطوهاش مليح تاني تجي مليح. هنزيد لها شويه فوالا ونخليها هكذا فوالا. دونك هنا كارز سي بون راه واجد، نفرغوا برك في لابواط ونديروا في الكونجيلاتور بيان سور. هنا نروح ندير عندي هنايا نعناع، حندير نعناع فوالا نعناع تاني. لي كلاص تاوعو تاني يجو بزاف بنان فوالا هكذا. وتخلطوا، قلنا تحبوا تخلوهم ما غبغي باش يجيكم يعني لا كولور تجي شابه، تحبوا خلطوا كامل لا كولور. وشنو برك نزيد نعاودها لكم، خيروا لي زاغوم اللي تكون نوعيه تاعهم شابه فوالا هكذا. نخلطوهم تخي بيان، من بعد نديرهم في لي بواط ونحط هذيك لا بواط في الكونجيلاتور ونخليها تجمد في غدها. هنا نزيد ندير اغوم واحده اخرى. هنا درنا الكارز درنا النعناع سي بون، دوكا نروح ندير شوينغوم. فوالا شوينغوم تجي زرقاء تجي شابه تانيت فوالا، وتخلطوها كامل مليح فوالا هكا سي بون. الشوينغوم يجي شويه فوق دونك كي ديروا ما تكثروش بزاف، سي بوغ سا درت خطره وما زدتش درت. هنا عندي تاني هادي راني حنخلطها، ندير لها لاغوم تاع التشينا. ومام كي تحطوا لاسيات تاعكم لاسيات تاع كلاص ولا الفيغين ولا الكوب تاعكم يكون فيها لي كولور، يعني اون بول تاع سوريز، اون بول تاع النعناع، اون بول تاع شوينغوم، زيدوا لها هذه تاع التشينا، دونك حيكون يعني الكو يكون شباب ولا اللون ديجا يكون شباب. تقدموهم مع شويه كاوكاو من الفوق شويه كراميل يجي ثاني بزاف شباب. شوفوا لا كولور الاورانج شحال شابه فوالا، اون بليس الكو تاع التشينا. هكا تخدموه يعني بلا لا ماشينا كلاص، بلا سوربوتيير، بلا فوالا
دونك انا واش نروح ندير؟ نديرو في لي بواط ونحطو في الكونجيلاتور. هذا مكان نحي برك هاد ليكسي هنا اللي هو خارج منه. نديرو في لي بواط ونحطو في الكونجيلاتور ونخليه يبرد تري تري بيان. بيان سور كنت حضرت جبت معايا باش يكون واجد وتشوفوه، وراح تشوفوه ان شاء الله على طاوله التقديم هو ولو بلا تاعنا الدجاجه اللي راهي طيب في الفرن. عاودنا وين عليكم مشاهدينا الكرام بهذه الطاوله الرائعه. اليوم صح حسيت الكو تاع الصيف بهذا لي كلاص لي كولور اللي راهم. دونك كيما كنتو شفتوا معنا في الاول كنا درنا طبق تاع دجاجه اللي كنا درناها في الفوق بالخضره، تجي بزاف هايله وشنو طولها برك وقتها في الطياب. هذا ما كان وتجي طايبه زبده، تجي بزاف بنينه سورتو مع هذوك لي زيبيس اللي درناهم. صدقوني المنظر تاعها بزاف بزاف يشهي. خليتها لكم في سنيوه باش تشوفوا يعني كيفاش جات، ما حبيتش نديرها في لو بلا دو دريساج. ولي كلاص اللي كنتو دومونديتوهم وكانوا بكثر عليهم طلبات ما كاش اتصال، عيطوا لنا فيهم ما قالوناش ديروا لنا لي كلاص ولا الايس كريم ولا. دونك سي لوكازيون باش تفرحوا ولادكم باش ديروهم. وشوفوا عندي واحد 10 مينوت ولا ملي دريسيتو مازال ما دابش، يعني فريمون يجي شايد روحو بيان. ما تخافوش تدريسوها في ليكوب تاعكم ولا هذاك اللي دوب تمتم ولا او كونترير، والقوام تاعو يجي بزاف. هاي شوفوا الالوان ديجا راهي، كنت زدت لهم هنا شويه لاغوم تاع الكارز باسكو عجبتني بزاف، وشويه تاع لي كاكاوات من الفوق. بيان سور هذا اختياري، تحبوا ديروه تحبوا لا لا، المهم تاكلوا لي كلاص هذا العام في الدار. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات تاعنا تاع اليوم، على بالي بلي راح يعجبوكم لانه كنتوا طلبتوهم بزاف. انا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى ان شاء الله. بقاو على خير.